سوهاج ملتقى التاريخ والحضارة. ظلت سوهاج عبر تاريخها الطويل ملتقى للتاريخ والحضارة منذ العصر الفرعوني ومرورا بالعصور الرومانية واليونانية والقبطية حتى العصر الإسلامي، لتؤكد عبقرية الإنسان الذي عاش على أرضها ابتداء من الملك مينا موحد القطرين، مرورا بالعديد من العلماء وأهل الفكر والإعلام والثقافة الذين قدموا للبشرية تجارب إنسانية ناجحة في كافة المجالات. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتعود تسمية سوهاج إلى العصر الإسلامي، حيث سميت سوهاي ثم سميت سوهاج لأول مرة عام 1273 هجرية في العصر العثماني، وكانت تابعة لمديرية جرجا، ثم أصبحت سوهاج مديرية قائمة بذاتها في فبراير عام 1859 ميلادية، وتركت العصور التي مرت على سوهاج علامات واضحة من خلال العديد من المناطق الأثرية الفريدة التي تبهر الزائرين. فآثار العصر الفرعوني تركزت بمنطقتي أبيدوس غرب مدينة البليانة ومدينة أخميم، وارتبطت منطقة أبيدوس والتي تقع على بعد 60 كيلومتر من مدينة سوهاج بأسطورة إيزيس وأوزوريس، وهي تضم معبد الملك سيتي الأول، وهو من أجمل المعابد الفرعونية القديمة، وقد بناه الملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة 19 ووالد الملك الشهير رمسيس الثاني، وهو معبد جنائزي وضعه سيتي الأول داخل سور شامل يضم القبر القديم الذي يفترض أنه قبر الإله أوزوريس. ومعبد أبيدوس يختلف كل الاختلاف عن تصميم غيره من المعابد، حيث تم تخطيطه على شكل زاوية قائمة أو على هيئة الحرف اللاتيني إل مقلوبا، كما يضم المعبد أشهر قائمة ملكية في التاريخ المصري والتي عرفت بقائمة الملوك، وتضم أسماء 76 ملك، وتبدأ باسم الملك مينا موحد القطرين وتنتهي باسم الملك سيتي نفسه. معبد الأوزريون، ويقع خلف معبد سيتي الأول، وهو المقبرة الرمزية للإله أوزوريس، وبه ممر جنائزي مزين بنقوش على جدرانه وأجزاء من كتاب الموتى تصور قصة الخلق والبعث والحساب في العالم الآخر. معبد رمسيس الثاني يقع شمال معبد سيتي الأول، وقد أقيم في أوائل حكم رمسيس الثاني، وهو من الحجر الجيري والأعمدة من الحجر الرملي، وإطار الأبواب من الجرانيت الأحمر والأسود والرمادي، والمحراب من المرمر، ويتميز بدقة النقوش والألوان الزاهية، وقد نقشت على جدرانه الخارجية تفاصيل معركة قادش التي دارت بين المصريين والحيثيين. كما يوجد بالمنطقة كوم السلطان، وهي أطلال من الطوب اللبن من أيام الدولة الوسطى،
وشونة الزبيب التي تقع إلى الشمال الغربي لمعبد رمسيس الثاني، وهي بناء مستطيل الشكل بنيت داخله غرف كانت تستعمل منازل للحرس الذين يحرسون الجبانات، ومنطقة أم الجعاب التي تحوي مقابر ملوك الأسرات الأولى والثانية والثالثة، إلا أنها نهبت وحرقت ومعظمها مغطى بالرمال. مدينة أخميم الأثرية هي عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة، ويوجد بها معبد رمسيس الثاني الذي يحتوي على تماثيل من عصور مختلفة، أشهرها تمثال الأميرة ميرت آمون، والذي تم اكتشافه عام 1981 ميلادية، ويعتبر أكبر تمثال لزوجة فرعونية في التاريخ الفرعوني، وهو من الحجر الجيري الناصع، يبلغ ارتفاعه 12 متر ووزنه 31 طن. كما تضم تمثالين لرمسيس الثاني وتمثال روماني مقطوع الرأس يشتبه أن يكون للإله فينوس، كما يضم المزار أعمدة وبقايا جدران وأربعة آبار بها مياه ترجع إلى العصر الروماني. وفي عام 1991 ميلادية تم اكتشاف تمثال ضخم لرمسيس الثاني وهو جالس على العرش على بعد أمتار من ميرت آمون، ممتد أسفل مقابر المسلمين، ولم تستكمل الحفائر بالكامل نظرا لوجود بقية التمثال أسفل المقابر. مقابر الحواويش تقع بالجبل الشرقي وتبعد عن سوهاج حوالي 10 كيلومترات، اعتبرها المؤرخون من أكبر جبانات مصر القديمة المنحوتة في السلسلة الجبلية، وتضم جبانتين تحوي إحداهما 800 مقبرة ما زال بعضها يحتفظ بألوانه الجميلة الزاهية. مقابر السلموني جبانة متسعة بعض مقابرها ترجع للدولة القديمة، وغالبية المقابر للعصر المتأخر اليوناني والروماني، وما زالت تحتفظ ببعض رسومها الجدارية الملونة، وفي قمة الجبل مزار صخري صغير. ومن الآثار الرومانية اليونانية منطقة آثار الشيخ حمد التريبس، وتقع غرب سوهاج بحوالي 7 كيلومتر، واسمها المصري القديم حوت ريبت نسبة إلى المعبودة ريبت، ومنها أتريبس في اليونانية وأتريبة في القبطية. ويوجد بها معبد الملك بطليموس الزمار، وهو أحد المعابد البطلمية، وتعمل به الآن البعثة المصرية الألمانية المشتركة التي تعمل على دراسة ترميم المعبد، لأنه يحوي حقبة مهمة من فترات التاريخ المصري القديم. كما تركت مصر القبطية العديد من الآثار التي تشهد على عبقرية الإنسان والمكان في ذلك العصر، ومن أهمها دير الأنبشنودة والمسمى بالدير الأبيض، ويقع هذا الدير غرب مدينة سوهاج، ويمكن تأريخه بالقرن الخامس أو السادس الميلادي، وازدهرت عمارة هذا الدير في العصر الإسلامي وبالتحديد في العصر الفاطمي، وقد تأثرت عمارة هذا الدير بالعمارة المصرية القديمة سواء في الشكل الخارجي العام أو الكرانيش العلوية التي تتوج حوائطه الخارجية، واستخدم الحجر الجيري في إنشاء هذا الدير، ومن ثم عرف بالدير الأبيض. دير الأنبابيشوي والمسمى بالدير الأحمر، وهو يقع على بعد 3 كيلومتر شمال الدير الأبيض، وقد استخدم في بنائه الطوب الأحمر ولذلك سمي بهذا الاسم،
وقد صمم على الطراز البازيليكي، ويوجد بالدير كنيسة للسيدة العذراء، دير السيدة العذراء بالديابات، ويقع شرق مدينة أخميم وعلى مسافة 4 كيلومتر شرق قرية الحواويش، ويرجع إلى القرن 17 الميلادي. دير الشهداء يقع على بعد 2 كيلومتر شمال شرق دير العذراء، ويرجع تاريخ إنشاءه إلى القرنين 16 و17 الميلادي، وهو على بعد 12 كيلومتر من مدينة سوهاج، وبه كنيسة من دورين. دير الملاك ميخائيل بالحواويش يقع هذا الدير بالجبل الشرقي لقرية الحواويش مركز أخميم، ويرجع تاريخ إنشاءه إلى القرن 16 الميلادي. كنيسة أبي سيفين تقع بمدينة أخميم، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القديس أبي سيفين، وكان ضابطا بالجيش الروماني، وقتل سنة 362 ميلادية. والكنيسة تنخفض بنحو 3 أمتار عن مستوى الشوارع المحيطة، وترجع مبانيها للقرن 17 و16 الميلادي. واستقبلت سوهاج الحضارة الإسلامية بحفاوة بالغة، وشيدت بها أجمل وأعرق المساجد الإسلامية. ففي مدينة سوهاج يوجد الجامع العتيق، ويرجع تاريخه إلى العصر الفاطمي، ويعرف باسم مسجد الفرشوطي. ويحوي المسجد لوحة كتب عليها مرسوم صادر من السلطان الغوري خاص بالمعاملات التجارية وإعفاء بعض الصناعات من الضرائب التي كانت تحصل عليها. مسجد العارف بالله وهو من أشهر مساجد سوهاج، ويرجع إنشاءه إلى القرن 8 الهجري، وقد أعيد بناءه سنة 1968 ميلادية. ويوجد بجوار المسجد مدفن الأمير مراد بك حاكم الصعيد، الذي دفن بجوار ضريح الشيخ العارف. مسجد علي بك الكبير يقع هذا المسجد بمدينة سوهاج بحي القيسارية، ويرجع تاريخ إنشاءه إلى القرن 9 الهجري. مسجد الأمير حسن يوجد بمدينة أخميم، تم إنشاءه سنة 1117 هجرية، وانتهى البناء فيه سنة 1121 هجرية، وتبلغ مساحته 648 متر مربع، ويمتاز بالمئذنة وهي على طراز العمارة العثمانية. وقد بنيت جدران المسجد بسمك 70 سنتيمتر بالحجر، وأعمدة المسجد من الخشب، تحمل سقفا من الخشب به الكثير من الزخارف البنائية. مئذنة الأمير محمد، وهي ترجع إلى العصر العثماني، مكونة من 3 طوابق، ويصعد إليها بسلم داخلي حلزوني، كان ملحق بها مسجد، إلا أنه تهدم وأعيد بناءه في عام 1989 ميلادية، ويقع بشارع القيسارية بأخميم. مسجد الشيخ جلال الدين أبو القاسم بطهطا، ويرجع تاريخه إلى القرن 7 الهجري، ويعد هذا المسجد تحفة معمارية وفنية كبيرة.
الآثار الإسلامية بجرجة فترجع جميعها إلى العصر العثماني، ومن أهمها المسجد الصيني، وقد أنشأه الأمير محمد بك الفقاري عام 1069 هجرية، وتم تجديده عام 1202 هجرية على يد الشيخ أبو بكر الخياط، وكان من أبرز علماء عصره، ويقع المسجد بمنطقة القيسارية. جامع عثمان يقع بمدينة جرجة، قام بإنشاء هذا الجامع عثمان بك الجرجاوي عام 1156 هجرية 1743 ميلادية، وتم تجديده على يد الأمير مراد بك، والمسجد بني على الطراز المعماري العثماني، وبه زخارف وحليات معمارية جميلة تزين المدخل والمنبر وكرسي المصحف. جامع جلال، يقع هذا المسجد بمدينة جرجة بشارع القيسارية، ويرجع تاريخ بناءه إلى عام 1189 هجرية، وهو يتميز بأنه من طراز المساجد ذات الأعمدة الخشبية، وللمسجد مئذنة بنيت بالآجر وتتكون من ثلاثة طوابق. حمام علي بك، يقع هذا الحمام في شارع القيسارية بمدينة جرجة، وقد بناه أحد أمراء الهوارة، وهو الأمير محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف باسم محمد أبو السنون. وكما كانت آثار سوهاج علامات للعصور التاريخية التي شهدتها مصر، فإنها تتمتع بموقع متميز على ضفاف النيل، جعل منها مزارا سياحيا وترفيهيا هاما، حيث يوجد على أرضها العديد من المنشآت السياحية والترفيهية نذكر منها: متحف سوهاج. يمثل متحف سوهاج إضافة حقيقية للمحافظة كمزار سياحي هام، خاصة وأنه يجاور المرسى السياحي لمدينة ناصر، بالإضافة إلى موقعه المتميز على الضفة الشرقية لنيل سوهاج، وتبلغ مساحته 6000 متر مربع، وقد تم إعداد 3000 قطعة أثرية من القطع الأثرية النادرة لعرضها بالمتحف، كما تم تخصيص قاعة لعرض الآثار الإسلامية وقاعة لعرض الآثار القبطية، وجاري استكمال أعمال التشطيبات النهائية بمعرفة الشركة الوطنية للقوات المسلحة، وافتتاحه للزيارة أمام الجمهور. جزيرة الزهور بسوهاج، عبارة عن جزيرة تتوسط نهر النيل، وتحتوي على عدة شاليهات وحمامات سباحة وملاعب أطفال وقاعة مؤتمرات وقاعات طعام وأفراح، ويتم الوصول إليها عن طريق عبارة من الضفة الشرقية للنيل. جزيرة قرمان تتوسط نهر النيل شمال جزيرة الزهور، وهي من أهم المناطق الترفيهية بالمحافظة، وهناك مقترح لاستغلالها سياحيا كجزيرة نباتات دولية. المخيم السياحي بالكوثر، يقع على مساحة 30000 متر مربع بحي الكوثر، وهو عبارة عن مبنى من دورين، والمخيم يشمل صالة استقبال وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للأطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم وإسطبل للخيل ومساحات للتخييم. قرية الكوثر السياحية، أعلى هضبة الكوثر، وتضم 18 شاليه مجهز على أعلى مستوى، وتضم جناح ومطعم واستراحة ومسجد يتوسطهم نافورة وأحواض للزهور.
ينادي الرحلات، ويقع بحي الكوثر في بداية الطريق المؤدي إلى البحر الأحمر، وهو نادي ترفيهي يضم مساحات خضراء وملاعب رياضية وكافيتيريا ومطعم، وبه معسكرات وأماكن لإقامة النزلاء، كما يجاوره نزل دائم للشباب مجهز للإقامة به. هذا وقد أعلنت المحافظة عن قرب إنشاء مدينة ترفيهية بحي الكوثر لخدمة أبناء سوهاج والزائرين. كورنيش النيل الشرقي، وقد أنشئ حديثا ليتسع الآلاف الزوار للتنزه به، كما يضم مجموعة من الكافيتريات وأماكن للجلوس وحديقة للأطفال بها ألعاب وملاهي. وبالنسبة للسياحة النيلية، فإن المحافظة تسعى لزيادة أعداد الوفود السياحية الزائرة لها من خلال تنشيط حركة السياحة النيلية، وفي هذا فقد سعت لإنشاء العديد من المراسي السياحية، منها المرسى الواقع بالضفة الشرقية للنيل، وهو مرسى ناصر السياحي، تم إنشاؤه بمعرفة المحافظة وتطويره بمعرفة وزارة السياحة بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه. ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، منذ افتتاحه في شهر سبتمبر عام 2012، حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية. ومرسى آخر يقع بمدينة البليانة، جاري حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة بالمحافظة. كما سعت المحافظة أيضا لترخيص وإقامة العديد من الفنادق العائمة على ضفاف النيل، ومنها فندق نيل إليت المصنف سياحيا 5 نجوم على المرسى السياحي بمدينة ناصر. وفندق إيجيليكا العائم بسوهاج، ويقع على كورنيش النيل الشرقي، وبه 66 غرفة وعدد 4 أجنحة، وهو مصنف سياحيا 5 نجوم. وفندق المحروسة العائم بسوهاج، ويقع على كورنيش النيل الشرقي، وبه 54 غرفة، وهو مصنف سياحيا 5 نجوم، والمركب على الطراز النوبي. كما يوجد بسوهاج العديد من الفنادق، منها فندق النيل بالضفة الشرقية لنيل سوهاج، وفندق الصفا بشارع الجمهورية، وفندق أبو الوفا بشارع المحطة، وفندق ميريت أمون بجوار الإستاد الرياضي، وفندق هاوس لايف بأبيدوس، ويقع أمام معبد سيتي الأول بأبيدوس، ويشتمل على عدد 62 غرفة فندقية و120 سرير، بالإضافة إلى حمامات سباحة ومطاعم، وسيتم افتتاحه قريبا. إلى جانب العديد من الفنادق المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة. وختاما، فإن سوهاج تحظى بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية، مما جعلها ملتقى التاريخ والحضارة، وتستحق بجدارة أن تحتل موقعا متميزا على خريطة السياحة العالمية.